أعزائي قدمت لك بطانية ليثيوم مكتوب عليها الفولتية والسعر، وقد لا نجد في الكتابة سوى أرقام وأحرف، ونحن نحتاج إلى معرفة الفولتية والسعر وكذلك تيار الحمل وتيار الشحن وباقي المواصفات، وكل هذه المواصفات يمكن معرفتها من خلال لون البطارية ولون الخاتم، أقصد لون هذا الإطار، هذا ما نسميه بخاتم البطارية. وكذلك من هذه الأرقام يمكن معرفة مواصفات البطارية كما سوف نوضحها لكم من خلال عرض مجموعة كبيرة من الصور بمختلف أنواع البطاريات، بطاريات الليثيوم، ومن خلال الأرقام والأحرف المكتوبة على البطارية، ومن خلال لون غلاف البطارية ولون الخاتم سوف نعلم جميع مواصفات البطارية التي لدينا، وسوف أشرح لكم صورة واحدة وباقي الصور لا تحتاج إلى شرح أو توضيح، وسوف تكون مدة ظهور الصورة ثواني، وأنتقل إلى صورة أخرى ويمكنكم إيقاف الفيديو لمعرفة مواصفات البطارية. وهناك أيضا ميزة في اليوتيوب يمكن إبطاء الفيديو ليتسنى لكم معرفة مواصفات كل بطارية. أعزائي لو امتلكنا هكذا بطارية، هذه البطارية لم يدون عليها أي معلومات، وإذا أردنا أن نعرف مواصفاتها فمن خلال لون الغلاف ولون الخاتم وكذلك الاسم من الحقل الأول، وقد يكتب على غلاف البطارية أقصد الاسم، وكذلك نقارن الحروف والأرقام المكتوبة على غلاف البطارية مع المكتوبة في الحقل الثاني، سوف نتأكد أن هذا الجدول هو المقصود، ومن الحقل الثالث نعلم أن سعة البطارية 2050 ملي أمبير ساعة، ومن الحقل الرابع سوف نعرف جهد أو فولتية البطارية وهي 3.6 فولت، ومن الحقل الخامس نعرف أن أقصى فولتية شحن 4.2 فولت، وتيار الشحن الاعتيادي 1365 ملي أمبير، وتيار الشحن السريع يجب أن لا يتجاوز نفس الرقم، مع العلم أن هناك أنواع أخرى لديها تيار شحن آخر سوف تشاهدونه ويجب أن لا يتجاوزه، ومن الحقل السادس نعلم أنه يجب قطع تيار الحمل عند هبوط فولتية بطارية الليثيوم إلى 3 فولت، أما أمبير الحمل الاعتيادي فهو 390 ملي أمبير، وأقصى تيار حمل يجب أن لا يتجاوز 3.9 أمبير. أعزائي وكما سوف تشاهدون في مواصفات أخرى هناك بطاريات يصل أقصى تيار حمل فيها إلى 30 أمبير وهي مفيدة في التفريغ السريع، وسوف نتكلم عن هذا لاحقا.